لكن أكثر التفاسير أكثرها فيها الغث والسمين، فيها انحرافات في العقيدة، وفي بعضها مشاهير وبعضها في بعض التفاسير أصلا متضمنة لكتب أخرى. يعني أخذ كتاب كامل ووضعه داخل كتابه، مثل تفسير الطبري، تفسير أيضا هذا واسع لكن عنده تأويل في الصفات، لكن يقال أنه أخذ كتاب أحكام القرآن لابن عربي وضمنه داخل كتابه. حتى لو تقارن كتاب أحكام القرآن لابن عربي وكتاب القرطبي في الآيات تتعلق بالأحكام كثير جدا ما أخذها إيش من ابن عربي. فهذا أيضا من التفاسير الطيبة النافعة، لكن فيه تأويلات اللي هو القرطبي. واضح؟ طبعا تفاسير كم عددها؟ كثير جدا، كثيرة جدا التفاسير، لكن منها ما فقد ومنها ما وجد منه أجزاء، ومنها يذكرون أن فلان فسر القرآن، ولكن هي أعداد كثيرة جدا. إلى يومنا هذا في علماء يفسر القرآن كاملا، فلو دون كلامه كله لصار تفسير فلان، ليس كذلك؟ فدروس القرآن ما تنتهي، دروس التفاسير ما زالت هالأمة.